بدنا اولا عمليه غنصوبوا بعدا نبلونشيو البيض مع السكر. ناخذوا اربع بيضات، ناخذوا سنيده، ناخذوا على القبيصه ديال الملحه ونبداو نطربوهم مباشره. في الحلوه سي هواري كان نتعودوا على اننا نوضعوا واحد القبيصه ديال الملحه باش كتلذذ لينا الحلوه، كتحيد لنا داك الزعقه ديال السكر. واللي نبغي نقول للمشاهدين الكرام هو انهم غادي يترقبوا معنا اثناء تلاوه المقادير، المقادير المضبوطه ديال هاد القياسات المضبوطه. تمام، نضيفوا الحامض المحكوك، وبطبيعه الحال نضيفوا شويه ديال الدقيق اللي جوج معالق ديال الدقيق اللي غيجمعوا لنا الحلوة، لأنه بالحلوة خصها جوج دقائق. بطبيعة الحال راه ماشي هو اللي هنا عندنا العجين اللي ما ذكرناش اللي حاطينه. نعم. في تيبل اللي غنفرشو غيزي أولا عجين مسكر، يكون مسكر باش كان هو اللي غادي يكون القاعدة ديال هذه الحلوة. تمام، العجين المكسر حاطينه في الثلاجة باش يجب. هل لاباز موجودة؟ دابا غنبداو. عندنا السوائل، عندنا قشدة طرية، عندنا الياورت، وعندنا الحليب المركز، وعندنا الجبن السائل. هادو كلهم مشتقات من الحليب او المواد. نعم. الماتير ليتير، ولكن عندهم اذواق مختلفه، كل وحده عندها واحد الذوق ديفيرون، دونك غنحاولوا نجمعوهم. التمازج ديال الاذواق هو اللي كيعطينا الذوق وكيمشي لنا الوصفه. باش غنديروا واحد لاباراي، ولكن لاباراي حنا تنعرفوا باش نجمعوها خصنا واحد لاسيك، هو الحامض. الحامض ملي توصل للحليب تيدير ليه الكليله، تيجمعوها. نعم. وتيردوا بحال انماس تيعقدوا، من بعد غنعقدوها بالحامض. غنبداو من السوائل الاول. بطبيعه الحال عندنا حنا تنعرفوا هنا كاين جوج ديال الاميدون، عندنا البيض واحد تيجمع وعندنا الدقيق، ولكن نعم. الحامض اكثر تيجمع. عندنا الجبن السائل تتاخذوا النوع اللي تنفضلوا اللي ممتاز. عندنا الياورت او الياورت في الغاليه. نعم. الياورت هكذا هكذا، شكرا. عندنا الياورت، كاين اللي حنا تنعرفوا الياورت عنده ذاك الذوق اللي تماما عنده ذاك الذوق اللي هو شويه تيكون حامض. قياس نص كاس. اييه ديال القشده الطريه. القشده الطريه. وعندنا الحليب. وفي الاخير الحليب المركز. الحليب المركز اللي عاوتاني تا هو الذوق خاص به. شوفوا الناس لانه تيكون ها لاباري عندنا موجوده. تماما، شكرا. حيدوا الاواني. اذا جميع العناصر وضعناها هي كسي هواري. تماما، ها هي لاباري موجوده. دابا غنحاولوا نعقدوها. غنعقدوها بالحمض، نعرفوا هذاك المواد اللي في الحليب ما تتجانس ما غير متجانسه مع الاسيد مع الحمض مع السيترون، دونك غادي تجمع. وبطبيعه الحال تنوجدوا واحد العجين اللي هو في الاناء. نعم. في الامول اللي كيدخل الفرن باش كنفرغوا فيه. تماما، ودابا